وضع امتحانات وربي ينجح وليداتنا واولادنا في المناسبه هذه وفي البكالوريا كل الامتحانات الختاميه وال يعني النموذجيه وغيره. يعني رئيس سعيد لبرنامجه في 25 جوان مش يحضر هالاستشاري بتاع الدستور ويخلي التوانسه مش يعدوا امتحان يحضروا 30 صفحه 40 صفحه الدستور مش يوافقوا عليه. التونسي ليه بالدلاعه وبالبحر ولا مش يقرا فصول الدستور مش يوافقوا عليه؟ في النهاية هل تحول هذا الاستفتاء استفتاء على سعيد مش على المضمون الدستور وشنو واش باش يكون فيه من مشاكل ويا ربي من افاعي؟ هذا هو في الحقيقة هذه مهزلة يعني إذا مرت الأمور كما يريد هو غدا ماذا سنقول؟ هل سنقول هذا دستور قيس سعيد أم دستور الصادق بالعيد أم دستور الشعب التونسي؟ ثم أصبحت لدينا قناعة لأنه إذا وصل إلى الاستفتاء وهذه الهيئة المنصبة والقضاء بصيغته الحالية والإدارة ووزارة الداخلية إلى غير ذلك، ما الذي يضمن أن لا يزور هذا الاستفتاء؟ يعني أصبحت لدينا قناعة وكلامه اليوم يفهم منه أنه الأوراق التي تخرج يجب أن تعبر عن إرادة الجماهير الشعبية والإرادة الحقيقية، يفهم منه التزوير، يفهم منه أنه هذا الاستفتاء سيكون على شاكلة الاستشارة الإلكترونية، يعني 500,000 ينجموا يشاركوا، هما اللي يعبروا على الشعب التونسي وهما اللي يوافقوا على الدستور وهما اللي يوافقوا على بقاء قيس سعيد. فحقيقة هذه مهزلة، وسواء مرت أم لم تمر ولا نعتقد أن هذا سيمر بسهولة، لأنه اليوم كما قلت الخناق يضيق يوما بعد يوم على الانقلاب، والقوى المعارضة والتي تكتشف شيئا فشيئا فداحة هذا الانقلاب سوف تقف أمامه صدا منيعا قبل أن يصل إلى ذلك، وإلا بالفعل يعني تونس ستبقى في مهزلة حتى يرفع الله عنا هذه المهزلة، ولا نعرف كيف سيكون ذلك. هو الغريب أنه رئيس سعيد يريد أن يبني المسار هذا والخارطة الانتخابية على مخرجات الاستشارة الإلكترونية. نذكر الاستشارة الإلكترونية طيلة 80 يوما شارك فيها فقط 4.3% من التوانسة، تقريبا 550,000 فقط طيلة 80 يوما، في حين الاستفتاء المزمع باش يعقدوه في 25 جويلية وقت التونسي لهي بالاستفتاء ولهي بالغنوشي ولهي بعبو ولهي بالرئيس ما ماشي البحر وفي سويعات معدودة. بالتالي نجم نفهمه هل الاستشارة هذه شنو قداش باش تكون الاستفتاء قداش عدد المشاركين فيها. المشكل هو أنه سيحسب بمن حضر، ولكن كيف تؤسس لجمهورية بمجموعة أصوات قليلة وعدد قليل من أصوات التونسيين؟ نذكر كذلك أنه فيما يتعلق باللجنة الوطنية هذه الحوار اللي فيها ثم لجنة خاصة بالشؤون القانونية يرأسها نودي إليها العمداء، اعتذروا العمداء في بيان خرجوا قالوا مش مشاركين، ورغم ذلك صادق العيد يقول بمن حذر. بالنسبة للجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية رأسها عميد المحامين بودربالة فيها اتحاد شغلها وموقفه واضح قال لن أشارك، فيها اتحاد الفلاحين قال لن أشارك ولكن رئيس الجمهورية نادى سي بن عياد المنقلب اللي فشل، وثم الرابطة وثم كذلك اعتقد شو اسمها نتاع الاتحاد النسائي هم لحد الآن اللي موافقين على المشاركة، لكن تبقى كلها على فكرة حتى الرابطة حسين نعم حتى الرابطة 20 فرع من الرابطة أصدروا اليوم بيانا يعارضون فيه ذهاب الهيئة المديرة في المشاركة في الحوار. يعني من المنتظر إذا بقيوا على موقفهم أن تنقسم الرابطة، لأنه فيها فروع يعني فيها شخصيات مناضلة ومن مختلف الاتجاهات السياسية ولديها رصيد كبير على مستوى التاريخ. لا أعتقد أنه الموقف الذي اتخذته الهيئة المديرة يعبر عن رأي الرابطين. وكذلك أصدر العمداء السابقون للهيئة الوطنية للمحامين بيانا طالبوا فيه عميد المحامين الحالي بضرورة النائب بالمحاماة عن الاستفاف السياسي.